اوكي، فاحنا عندنا لاينز اوف مانجمنت مثل ما سولفنا بالستروك البارحه، وحكينا على التي بي اي وحكينا على شنو القواعد العامه انه احنا شلون نتعامل ويا التي بي اي وشلون نتعامل ويا البلد بريشر. زين اوكي، فاحنا بالنسبه لنا هسه خلينا نفترض انه عندنا اكيوت ستروك. زين اوكي، يعني فد اكيوت، او خلينا نقول انا شلون مقسمها الى اكيوت مانجمنت وكرونيك مانجمنت. زين اكيوت مانجمنت وكرونيك مانجمنت. الاكيوت مانجمنت تي بي اي نحتاج انه نطيب بالاكيوت مانجمنت، بس ماكو فد رول للتي بي اي بالكرونيك، فهاي نلغي. فاذا شنو نعطي احنا للبيشنت اكيوتلي؟ ممكن تي بي اي واسبرين، وحكينا على العلاقه البارحه ما بين الاسبرين والتي بي اي، قلنا اذا البيشنت ماخذ او راح ياخذ تي بي اي الاسبرين جدا اخره تقريبا 24 hours. زين اوكي، طبعا ايش قد نعطي الاسبرين؟ 325 ملغ. عاده الاسبرين من الممكن احنا نستخدمه ككرونيك تريتمنت بالبريفنشن اوف فيرذر ستروكس، بس نستخدم ايش قد الدوز مالته؟ 81 ملغ. اوكي زين، الكلوبيدوغرل ما له استخدام. زين الانتي بليتل ما له استخدام اكيوتلي. زين بس له استخدام كرونيكلي ككرونيك مانجمنت، زي حتى نمنع نقلل من الثرومبوسيس ممكن ان نعطي كلوبيدوغرل. اوكي، هابرين مثل ما سولفنا ما له استخدام بالستروك لا بالاكيوت ولا بالكرونيك. زين الوارفرين، عاده الوارفرين ما له اي دور اكيوتلي، ولا الوارفرين راح يكون له في الدور يعني بالديزيزز اكيوتلي، لان الوارفرين يحتاج له تقريبا ايش قد تقريبا 3 to 5 days يلا يشتغل. فلهذا احنا حتى بالكيسات اللي هم فينوس ترومبو امبولزم ما ادري شنو اللي نريد نعطيهم وارفرين لازم نعطي وياه هابرين فور تقريبا يعني فد ويندو، بس احنا هنا بالنسبه لنا ما نستخدم اكيوتلي اطلاقا. زين هابرين مثل ما قلنا ما يستخدم. الوارفرين يستخدم كرونيكلي في حال انه البيشنت كان شنو عنده، في حال انه البيشنت كان عنده اتيرال فيبريليشن. هسه تقولوا لي شنو معنى هذا الحكي؟ انا اقول لكم شنو معنى هذا الحكي. احنا عاده نرجع لمالتنا يعني المخطط الاساسي، صح حكينا على الاكيوت تريتمنت، بس احنا ايش كتبنا وايش قلنا؟ قلنا النكست داي، نكست داي يعني ورا ما باليوم الثاني من المانجمنت مالتكم، لازم احنا نعرف فد باراميترات ولازم نقيس للبيشنت فد باراميترات معينه. يعني مثلا لازم نسوي له اي سي جي حتى نشوف اذا هل هو اي اف لو لا. اذا اي اف ممكن انه يستفاد من اللونج تيرم انتي كواج، يعني من اللونج تيرم خلينا نقول وارفرين يوز. زين نسوي له ايكو نشوف هل هو عنده هارت فيلير، اكو فد الثرومبس طلعت من الهارت دو تو هارت فيلير. زين ممكن نسوي له كاروتيد الترا ساوند، مرات بيشنت شنو يجون؟ يجون عندهم كاروتيد ارتري ستينوسيس. زين ممكن نسوي له الترا ساوند، او ممكن نسوي له شنو يعني ام ار اي ماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي. زين او سي تي انجيوغرافي. المهم ايش راح يشوفنا؟ راح يشوفنا كاروتيد ستينوسيس. زين عاده في المعلومه لكم بالفاسكولار ممكن تستفادون منها، لما واحد عنده كاروتيد ستينوسيس زين شو وقت اني اي اوبريت؟ اولا تعرفون شنو يسمون الاوبريشن مال لما واحد عنده كاروتيد بلاك زين او كاروتيد ستينوسيس دو تو اثيروسكليروسيس؟ شو يسوي العمليه؟ من يعرف؟ انجيوغرافي مال لا 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 عمليه، يسوي له عمليه اوبريشن يسموها شنو؟ كاروتيد اندارتركتومي. زين سامعين بها اكيد. اوكي يسوي لك كاروتيد، فش وقت احنا نسوي هذا الشيء؟ لا مثل لقينا ستينوسيس. بالحقيقه كقاعده عامه احنا نقول انه اذا لقينا اكثر من 80% من اللومن مسدود فهذا يحتاج الى اوبريشن حتى اذا كان يعني البيشنت اسيمبتوماتيك. زين بس اذا كان البيشنت سيمبتوماتيك، اذا كان اكثر من 70% من اللومن مسدود والبيشنت سيمبتوماتيك راح نسوي اوبريشن. فيا اما اكثر من 80% من اللومن زين مسدود patient asymptomatic، او اكثر من 70% من اللومن مسدود والبيشنت سيمبتوماتيك. فهنا انا بهاي الحاله هيك شيء حبيت اضيف لكم اياه. السي بي سي زين اكيد نستفاد منه، coagulation profile، lipid، glucose، مرات certain vascular diseases نحتاج انه ندز على ESR على C-reactive protein. اوكي كنا vasculitis disease زين connective tissue diseases، فممكن ندز على الانتي nuclear antibody زين ANCA lupus anticoagulant وغيرها. اكو مخطط بديفيدسونز راح هسه اشوفكم اياه. فالقصد مالتي شنو؟ انه الوارفرين في حال انه البيشنت طلع عنده اي اف ممكن انه يستخدم ككرونيك مانجمنت. زين
البلد بريشر مثل ما قلنا وعرفنا شلون نتعامل وياه، بس كرونيكلي بالاكيوتلي احنا نعرف شلون قلنا اذا 220 على 120 هذا يعتبر اوكي، اذا كان البيشنت شنو، اذا كان البيشنت هي از نوت ا كانديديت فور تي بي اي provided that this blood pressure ما راح يسوي له hypertensive organ damage، والبارحة كلها سولفنا. اوكي بالكرونيك لا، كرونيك لازم احنا controlled hypertension يعني جو ال 140 على 90 زين. دي ام في بادئ الامر زين، في بادئ الامر يعني نحاول انه يعني اذا كان blood glucose ما تعالي نريد ننزل خلينا نقول جو ال 140 ملغرام زين، بس generally speaking احنا دائما نقيس كرونيكلي على ال HbA1c ونريد ننزله الى جوه الدايبتيك ليفلز او خلينا نقول جوه السبعة يعني to say the least زين، على الاقل جوه 7% HbA1c زين. الستاتين ما لها اي دور acutely بس لها دور شنو chronically. اوكي لها دور chronically عاده نستخدم الاتورفاستاتين. اوكي فاذا انتم دا تلاحظون انه الاكيوت مانجمنت مالتنا يتكون من تي بي اي بلس ماينس اسبرين حسب زين، وانه احنا وي كنترول البلد بريشر في بعض الحالات لا اكثر ولا اقل، بينما الكرونيك لا الاسبرين والكلوبيدوغرال والهاي انتي هايبرتنسيفز والستاتينز وكل هاي الاشياء زين، والانتي او خلينا نقول الاورال والهايبوغلايسيميك ايجنتس اوفر اول حتى ننزل البلد جلوكوز كلها كرونيك مانجمنت زين. اوكي في الاكيوت اكثر شيء نستخدمه هو تي بي اي والاسبرين والانتي هايبرتنسيف ميجرز في بعض الحالات، في بعض الحالات. فهنا أنا هذا من ديفيدسون طبعا شو يقول، يقول اكو ستروك زين، طبعا سي تي وكملنا وعرفنا انه اسكيميك او هيموراجيك زين، او في الهيموراجيك هسه اوفر اول ورا ما خلصنا هذا طبعا شنو يحكي ورا ما خلص التريتمنت شنو اللي نحتاج انه نسوي، نحتاج انه نسوي اي سي جي وحكينا يعني كلها كنت كاتبها وهسه سولفت لكم اياها، نحتاج انه نسوي اي سي جي حتى خاف عند اي اف طبعا اي بيشنت انتو يجيكم اي اف لازم تدزوا على ثايرويد فانكشن تيست زين، لانه الهايبرثايرويدزم حتى لو كانت سب كلينيكال ممكن يزيد الريسك اوف اي اف زين. اوكي والاي اف الى مانجمنت الخاص مالته سواء كان ريذم كنترول سواء كان ريت كنترول زين حسب. اوكي بعد شنو ممكن انه ننطي انتي بليتلت بالنسبه للبيشنت اللي عنده اي اف، همين الاسبرين الكلوبيدوغرال حتى الوارفرين في بعض الحالات زين. شفنا البيشنت حتى لو شفنا البيشنت ان ساينس ريذم بالحقيقه احنا راح ننطي انتي بليتلت، فبين قوسين دائما احنا ننطي انتي بليتلت زين. اوكي وبعدين وراها حسب الكلينيكال او خلينا نقول دوبلكس او الكاروتيد الترا ساوند مالتنا دوبلكس همينه مثل ما قلت لكم شنو اذا كان اكثر من 70% اون سيمتوماتيك سايد زين او اكثر من 80% اذا كان اي سيمتوماتيك نحتاج انه نسوي له ريفيرال الى كارديو الى خلينا نقول فاسكولار سيرجن حتى شيء يسوي لنا كاروتيد اندارتراكتومي زين. اكيد احنا نضطر بكل الاحوال بكل الحالات احنا هذا البيشنت عنده ريسك فاكتور فلازم we lower the cholesterol زين، خصوصا لما الكوليسترول يكون اكثر من 135 زين. سيمفاستاتين اتورفاستاتين whatever هاي كلها يعني مو نيورولوجي زين، هاي كلها مانجمنت بشكل عام. مرات البيشنت احنا يعني ابو الاتريال فيبريليشن مثل ما تعرفون انتي كواجيليشن مو فقط انتي بليتلت لا يحتاج الى انتي كواجيليشن زين. و overall lowering of the blood pressure جو ال 140 على 90 اوكي، واللايف ستايل موديفيكيشن وهاي الاشياء. فبين قوسين هذا السلايد هو شنو، هو تقريبا هذا السلايد زين، بس انا هنا مرتبه بطريقه شنو بطريقه شويه ارتب حتى يعني تخلوها تبقى ببالكم. اوكي الاسبرين الكلوبيدوغرل شنو فائدتها، الوارفرين شو وقت نستخدمها، انتي هايبرتنسز الانتي هايبر الانتي يعني خلينا نقول هايبرليبيدميكس زين، ال هنقول الانتي بليتلت والانتي كواجولانت كلها تستخدم بحالات الـ يعني الاي اف والاي سي جي ايضا والدوبلر التراساوند او الكاروتيد دوبلكس زين. هاي كلها ورا ما انتم خلصتوا انقاذ البيشنت باليوم الاول كلها تسووها ثاني يوم زين، وتبدوا على هذا البروتوكول حتى شنو يو بريفنت فيرذر ستروكس. متفقين؟ اوكي تمام.
أوكي تمام دكتور. أوكي زين. إذا هذا فد شيء همنا خلي ببالنا بال زين. هسه نسولف على الهيموراجيك خلينا نقول. بس احنا سولفنا على تي بي اي زين من ناحيه الاسكيميك, نسولف على الهيموراجيك. خلوا ببالكم احنا بالبدايه الانيشال مانجمنت هو الشيء الاعتيادي مالتنا زين. اوكي يعني انه اي بي سي الاير واي الفنتيليشن ممكن زين, خصوصا الاير واي هنا لانه الانترا كرانيال هيمرج ممكن انه يسوي هيرنييشن وبالتالي تلاص الوضعيه زين. هنا بالانتي او خلينا نقول بالاي سي اتش من تجيكم هيموراجيك ستروك, تتذكرون ايش قلنا بالهيموراجيك ستروك؟ لو ما تتذكرون قسمناها الى كم قسم؟ قسمناها الى قسمين, قلنا اكو برايمري واكو شنو سكندري, صح لو لا؟ قلنا البرايمري هي عباره عن, خل ارجعكم على هاي حتى يعني نعرفها. ايش قسمناها؟ قسمناها الى برايمري ولا سكندري. قلنا السكندري لها اسباب متعدده خصوصا وسبب كلش مهم الانتي كواجليش. اما البرايمري فهو في هايبر بيشنت عنده كرونيك هايبر تنشن, يصير عنده في سمول انيوريزمز موجوده داخل البرايم ويعني تنفجر وبعدين ممكن نسوي لنا انتراسيريبرال هيموراج. وقلنا خصوصا لما احنا نشوف الاي سي اتش في اماكن معينه اللي هو شنو, اللي هي البيوتامن الجلوبس بالادس البونز والسربلم والثالامس, صح لو لا؟ فالخطوه الاساسيه بالنسبه لنا كبيشنت جاي عنده اي سي اتش يعني هيموراجيك ستروك هي تو لوور ذا بلاد بريشر. ايش قد وي لوورت زين عن طريق النيكارديبين او عن طريق اللابيتالول. اذا كانت سكندري نضيف الهايه خطوه انه وي ريفرس الانتي كواجليشن. تعالوا نشوف شلون. هايبرتنشن شود بي تريتد باي ريدوسينج سيستوليك بلاد بريشر تو 140 الى 179 زين مليمتر امريكان طبعا وذ انترافينوس نيكارديبين او مثل ما سولفنا قبل شويه اور انترافينوس لابيتالول تمام. Okay, this is as effective as كلش مهم. طبعا هذا الحكي من أمينوف يقول لما انت تنزل systolic blood pressure ما بين ال 140 الى ال 180 هذا هو as effective انه انت تقلله ما بين ال 110 و 140 يعني as effective بالclinical outcome زين. Okay, فماكو داعي احنا ننزله ازيد من اللازم, ماكو داعي. شافوا بالدراسات حتى لو انت نزلته من 140 يعني ما بين ال 140 الى ال 180 او الى ال 179 to be exact اوكي ترى هو هذا كلش كافي. It's as effective as انه انت تنزله بعد اوكي. هذا طبعا في حاله البرايمري, في حاله حتى السكندري زين. بس قلنا بحالة السكندري نضيف شغلة لأنه السكندري mainly secondary due to anticoagulation فشنو أو due to coagulopathy فنفطر أنه شنو we reverse زين the coagulopathy أنه ننطي clotting factor أوكي ننطي FFP ننطي فد clotting factor concentrate زين. مرات ال يعني coagulopathy تصير مثلا due to واحد يأخذ warfarin فلازم يكون discontinued وشنو ننطي الانتيدوت مالته فيتامين كي زين. مرات patient is heparinized ننطي بروتامين سلفيت زين. فنعمل جاهدا على شنو على ال reverse او خلينا نقول to reverse the coagulopathy اللي راح تصير عندنا زين عن طريق يا اما انه احنا ننطي blood products او انه احنا ننطي انتيدوت للسبيسيفيك ميديكيشن اللي هو ماخذه على سبيل المثال الوارفرين الفيتامين كي الهيبرين البروتامين سلفيت. مرات سيفير ثرومبوسايتوبينيا لازم بليتلت اوكي. مرات سيفير خلينا نقول كلوتينج فاكتور لازم ننطي ممكن كرايوبريسيبيتيت ننطي فريش فروزن بلازما كل هالاشياء زين. فاذا وي مانج هايبرتنشن بالهيموراجيك ستروك وي مانج هايبرتنشن وبالسكندري نضيف لها خطوه وي مانج هايبرتنشن اند وي ريفرس الكواجولوبثي. وقلنا اكو قواعد عامه بالنسبه للسيرجري
مرات لما يكون اكو عندنا سيربلر هيمرج لازم ادز على جماعه النيوروسيرجن. لما يكون عندنا لوبر هيمرج مثل ما قلت لكم زين البارحه تقريبا 30 ملز اوكي especially those larger than 30 ملز تقرون هنا 30 cc's اوكي located within approximately 1 cm of the brain surface اقرون هنا شنو within 1 cm of the brain surface زين. فهنا نخلي ببالنا انه قد نحتاج الى سيرجيكال مانجمنت. هسه تقولوا لي زين اذا ما تحققت هاي الاشياء ما نقدر زين. صراحه مرات بالبونتاين هيمرج او بالديب سيربلر هيمرجز يعني هاي ايش تسوي له بيشنت حتى سيرجيكلي صعب جدا انه تعمله. فالقصد خلوا ببالكم سيرجيكال هن بس هذني بس هذا البوكس زين سيربلر او لوبر 30 يعني ميلز او within 1 cm of the brain surface زين مرات with signs and symptoms of herniation اوكي فممكن انه ندخل اوكي تمام. هسه اكو احد ما فاهم سوفا واضح اوكي تمام. اللي ما فاهم يقول زين نسأل واحد يعني خلينا نقول patient مرات يسأل سؤال من واحد يقول لأنه عنده نزيف بالدماغ هو البيشنت شي يتوقعها يتوقعها مثل الجرح زين اوكي فيقول شو وقت يوقف النزيف. فأنتوا هنا بهاي الحالة لازم تعرفون تجاوبون هيك أسئلة زين. يجي يقول لك دكتور وش وقت يوقف النزيف هذا زين. فالجواب المثالي راح يكون انه تقول له عادة النزف يوقف خلال أول 3 ساعات إلى 6 ساعات من بداية يعني أو من بدايته زين. راح يوقف الانترا سيريبرال هيمرج خلال 3 ساعات إلى 6 ساعات ولكن هو يوقف كومبليتلي خلال 24 ساعة زين أوكي. فهذا الجواب المثالي مني وحتسمعون هذا السؤال بكثرة كلش. فمن هسه عرفوا شلون تجاوبوا تقولوا له للبيشنت او الاهل البيشنت انه ترى عنده نزيف بالدماغ وما ادري شنو. اول سؤال راح يسالوه زين هذا النزيف اذا بعده دا ينزف هو شو وقت راح يوقف النزيف. راح نقول انه عاده most bleedings يعني they will stop or they will كلش reduce within the first 3 to 6 hours بس يعني completely راح يوقف خلال اول 24 ساعه. لذلك اول 24 ساعه كلش فايته زين اوكي. هذا فد شيء انترستينج زين فد شيء انترستينج صراحه شفته بامينوف ما مطلوب انه يعني نسولف بيه فد شيء بسيط انهم قسمها تو فرايتيز اوف انتراسيريبرال بليدنجز. بيقول انه تو فرايتيز اوف انتراسيريبرال بليدنجز ار اوبزرفد اوكي. يقول انه اكو سيريبرال ماكرو بليدز زين واكو سيريبرال مايكرو بليدز. المايكرو بليدز هي اللي جوا الفيسلز مالتها او خلينا نقول جوه ال1 سي ام ان دايامتر زين من 1 ملم الى 10 ملم اوكي او البليدز اوفر اول يعني زين. ف ويعني سولفنا احنا هذا الحكي انه the most common cause is hypertension. سنا في شيء انترستينج يقول التريتمنت اوف مايكرو بليدز انفولفز كنترولينج هايبرتنشن ذير بريزنس تبو مايكرو بليدز their presence does not preclude the use of antiplatelet agents, anticoagulants, thrombolytics or statins for the treatment of concurrent ischemic cerebrovascular disease if otherwise indicated. كلش حكايه شفتها انترستينج. شو يقول؟ يقول مرات يجيك المريض عنده ischemic stroke وعنده micro bleeds زين اللي هي تعرفون mainly it's asymptomatic زين وتجي نشوفها يعني انه من تسوي له سي تي راح تشوف انه عنده مايكرو بليدز اضافه الى كونكرنت اسكيميك سي في اي زين. فبهاي الحاله انتم من شفتوا اكو بليد راح تفكرون انه ما يصير هذا البيشنت ما يصير عالج للاسكيميك ستروك تي بي اي او باي شيء من هذا القبيل لانه هو عنده بليد. امينوف يقول لا
يقول مال المايكرو بليد انت جست كنترول هايبرتنشن وجودها does not preclude the use of antiplatelets. بس شنو على شرط ان تكون شنو مايكرو بليدز. زين هذين اللي بدنا نحكي عليها احنا هي ماكرو بليدز. اوكي اكثر من 1 cm. يقول انت بنشوف اقل من 1 cm شوف انه this is a micro bleed عند البيشنت اسكيميك ستروك في مكان اخر شفتها يعني شفتها بال باي ذا واي يعني ماكو داعي انه شنو انه خلينا نقول ما نخلي البيشنت ياخذ تي بي اي او ثرومبوليتكس بسبب وجودها. واضح؟ بس اذا اكثر من 1 cm لا طبعا ما يصير. هاي تدخل من ضمن خانه المايكرو بليدز. واضحه؟ انا كتبت عليها انترستينج وهي مو موجوده بديفيدسونز بس موجوده بامينوف، فحتى تكونوا مطلعين على كل خلينا نقول الاشياء اللي قد تواجهكم بالستروك او الاسئله اللي قد تواجهكم بالستروك. واضحه هاي الفكره؟ تمام؟ ممتاز. ما بقى شيء يعني حرفيا ثلاث سلايدات. مرات البيشنت يعني فد عبارة همي أنا شفتها لطيفة زي أنا لما أقول عبارة لطيفة شفتها فهاي معناها أنه it's for your information زين أوكي لأنه مو معناته أنه هو المين ستم أو الشيء الأساسي اللي لازم تعرفه. الشيء الأساسي اللي لازم تعرفه أنا دا أركز عليه بس من أقول فد شيء يعني لطيف أوكي خلوا بالكم كinteresting information. يعني شافوا أنه البيوتامينال هيمرج it will lead to more severe motor deficits. زين اذا يصير اكو يعني bleeding وين بالبيوتامين خصوصا احنا مو قلنا البليدنج احتمال يكون بالبيوتامين بالبونز الى اخره زين بالسيريبيلم بالثالاموس. شافوا انه البيوتامين هو اكثر واحد راح يكون associated with severe motor deficits بينما الثالاموس معروفه اكثر واحد راح يكون associated with marked شنو sensory disturbances. اوكي همين فد عباره for your information لطيفه. ال pontine hemorrhage أو pontine hemorrhage ضروري إنه تعرفون بعض الشغلات على هذا يعني bleeding into the pons هو صح هو ICH بس هو primary مكان primary مثل ما سولفنا. So bleeding into the pons produces coma within seconds to minutes زين and usually it will cause death by 48 hours. زين patient من يجي عنده pontine hemorrhage زين شنو اللي راح يصير عنده pinpoint pupils زين key finding it's a key finding. okay patients are commonly quadriparetic with decerebrate posturing hyperthermia may be present زين okay ماري ما لا تدخلوا نفسكم اذا امتدت واذا ما ادري شنو بس اللي اريدكم تعرفوه انه ثلاث شغلات او اربع شغلات على البونز من يصير بيه هيمرج. من يصير هيمرج بالبونز اولا شنو اللي راح يروح كونشسنس مات يفقد الكونشسنس زين كوما اوكي كوما تجون مدد المريض كوما توست زين شوفون عينه شنو pinpoint pupils زين بعدين تشوفون انه البيشنت ممكن he will develop hyperthermia زين اوكي فكلش مهم. طبعا هاي من الاشياء اللي اتوقع ماخذيها بالطب العدلي صح اكيد كانوا يشوفوكم صوره البونز شلون بي pinpoint او شلون بي نقاط صغيره وصح صار بيها هيمرج شو يقولوا لكم يقول لكم هذا البيشنت صار عنده pinpoint pupils زائد انه هذا البيشنت صار عنده هايبرثيرميا اكيد ماخذيها بالطب العدلي صح لو انا غلطان مرات حتى يصير عنده باتيكي للمريض بالمناسبة يعني. منو ماخذها بال منو سامع بهذا الشيء بالطب العدلي دا احكي ولا واحد شاجر شنو قصدك شلون تفحصين حركتها
انت تفحصين البيوبلز اهم من الحركه. زين، وممكن تفحصي له شنو، هاي يسموها دولز اي مانوفر. زين، هاي بالعملي يعني نسولف بيها. اي مش دا اقول لك البيشنت مرات يعني مثل ما قلت لك راح يقول طبعا البيشنت لما يجي بوندين هيمرج هذا كوماتوست. زين اوكي، فانت شنو اللي تقدرين انه يعني تفحصي من عن طريق الباسيف اي موفمنت وعن طريق يعني بيبولار اكزامينيشن. زين اوكي، مرات البيشنت من الممكن انه انت تقدرين يو اوردر هيم، بس هذا في حالات يعني شويه لما البيشنت ما راح يكون الكونشسنس مالته امبير، وهذا في شيء كلش رير بالبونز لين عاده يجي كوماتوست. زين، فاذا البيشنت دائما اللي اريدكم تعرفوا بالبونز راسا يصير كوما. زين، وبالبونز بين بوينت بيبل وهايبرثيرميا بعدين راح يصير. اوكي، فكوما بين بوينت بيبل اند هايبرثيرميا. تمام، هاي الاشياء اللي لازم تعرفوا عن البونتان البونتاين هيمرج. اوكي زين، هسه سو فار الى الان اكو احد ما فاهم فد شيء او عنده فد سؤال قبل ما ننتقل الى the last topic اللي هو ال subarachnoid hemorrhage. اوكي، نسولف على subarachnoid hemorrhage. subarachnoid hemorrhage مثل ما تعرفون اكو ب two things. زين، mainly انتو اللي تعرفوه هو شنو، هو يجي من الباري انيوريزم، فهو انيوريزمال in 85% of patients bleeding into the subarachnoid space. زين، non-aneurysmal in 15% of patients. زين، بعض الاشياء اللي هي يعني if you want to know it okay, if you don't ماكو فد مشكلة، انه هو يصير بالwoman شوي اكثر من المن. زين، يصير يعني in people خلينا نقول younger than 65 مو كلش old. زين، الانيوريزمال subarachnoid hemorrhage تبهو كلش خطرة، 30% من اللي يصير عندهم ruptured berry aneurysm they will die immediately، و70% الباقين. زين، 70% الباقين راح يصير عندهم risk of re-bleeding إذا they don't die immediately، يصير عندهم risk of re-bleeding 40% خلال أول 4 أسابيع وراء البليدنج الأولى. فهمينا ما راح يكونوا طالعين من الخطر، يعني الريسك بليدنج نسبته عالية 40% خلال أول 4 أسابيع وراء هاي. ف30% they will die مباشرة لا سمح الله، 70% لا they will have re-bleeding 40% in the first 4 weeks. زين، أوكي، من الممكن انه احنا نشوف الانتيريور خلينا نقول سيركيليشن اوكي تكون اكثر، يعني من نشوف الانتيريور سيريبرال من نشوف انه اتس مينلي 30% خلينا نقول 25% بالبوستيرير سيريبرال او خلينا نقول بالبوستيرير كوميونيكيتنج. زين، فعندنا انتيريور كوميونيكيتنج البوستيرير كوميونيكيتنج وعندنا الميدل سيريبرال ارتري. فاني حتى تحفظوها انتم من تتخيلون هذا الشيء تخيلوا حرف دبليو. زين، دبليو يعني شنو؟ دبليو يعني هاي مننا 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 مننا، يعني شنو 30 25 20. اوكي تمام، زين اتفقنا. سندلينا وين الاماكن مالتها اللي تصير مينلي الانيوريزم وين راح تصير. اوكي، ننتقل هسه الى الفاينل ثينج اللي هو المانجمنت والاشياء اللي لازم نسويها. شو راح يجي هذا البيشنت؟ طبعا احنا سولفنا خلال الكورس هوايه عن السبراكنيوت هامرج، قلنا واحده من الاشياء اللي يجي بها البيشنت هي شنو؟ ثاندر كلاب هيديك. شو يقول عليه؟ يقول this is the worst headache of my life. زين، وقلنا احنا عندنا 4 أسباب للثاندر كلاب هيديك، من ضمنها سبراكنيوت هامرج. زين، فايرال مننجايتس، كراش مايغرين، والسيريبرال فينوس ترومبوسس. اوكي، فواحده من الاسباب.
تذكروا من قلنا انه البيشنت احتمال يجي عنده signs and يعني signs of meningism. اوكي وقلنا انه نعتبره من ضمن differential diagnoses of meningitis. yes. وقلنا حتى مرات يسوي fever. سولفنا عليها باول محاضره اذا تذكروا. زين والبيشنت ممكن يجي vomiting همين. فلذلك اكو في الدايجنوستيك ديليما صارت هذا المريض. فاحنا من شكينا بهذا الشيء دزين البيشنت على سي تي. اوكي دزين البيشنت على سي تي يرجع لي سي تي نيجاتيف. لو يرجع لي سي تي بوزيتيف خلينا نفترض اولا انه رجع لي نيجاتيف. من رجع لي نيجاتيف راح اقول لحظه انا عندي فتشي it may detect it better. زين it may detect it better than CT حتى تأكد. إذا رجع CT negative وانتو شاكين انه there is a subarachnoid hemorrhage you can have two ways. يا أما تدزون المريض على MRI حتى تقطعون الشك باليقين. زين ماكو MRI ما تريدون تدزون البيشنت على MRI تقدرون تستخدمون LP. تستخدمون LP. زين من يقول لي هسه شنو الأشياء اللي ممكن نشوفها بالLP بالpatient اللي عنده subarachnoid hemorrhage؟ بس شيء منطقي يعني هو ما يراد لروح القاضي. شو إلا ما أجي يلا أريد واحد عافية أي blood blood. زين هسه أسألكم سؤال. السؤال أنت كل يعني شفت blood بالCSF شنو تفكيرك أنت كطبيب؟ سنتو باش رقبة تشوفون blood فتCSF sample blood أنت دا تأخذ CSF طلع لك blood. زين أها عافية عليك بالضبط. لازم نحن نخلي ببالنا فكرة انه احنا ممكن مسوين تروماتيك تاب. يعني احنا مسوين تروما صار بليدنج. زين فعلمكم في الطريقة كانوا يستخدموها سابقا من شفت انه اكو بلاد طلع لك تسوي في شيء اسمه the three tube test. زين three tube test جيب التيوب الاول تسحب منه CSF شوية بعدين تحط CSF شوية من تيوب ثاني بعدين تحط CSF بتيوب ثالث. راح تلاحظ انه التيوب رقم واحد بي بلاد اكثر من تيوب رقم اثنين وتيوب رقم اثنين بي بلاد اقل من تيوب رقم واحد واكثر من تيوب رقم ثلاثة وتيوب رقم ثلاثة بي بلاد قليل. بما معناه او اصلا ما بي بلاد بما معناه انه هاي البليدنج صار بس من التشكة الاولى. اوكي اذا this is a traumatic tap. بينما من أنت تأخذ هذين ثلاثة تيوبات بالأول تيوب رقم واحد بنفس الليفل مال بلاد رقم اثنين بنفس الليفل مال بلاد مال واحد رقم ثلاثة بنفس الليفل مال اثنين ومال واحد إذن this is what this is a subarachnoid hemorrhage. okay this is a subarachnoid hemorrhage. واضح هاي الطريقة حتى تخلوها بالكم فشي كلش interesting. زين okay نجي هسه نقول patient مالتنا رجع لا والله CT مالته positive. اوكي شلون بالCT تشوفوا بد سؤال radiological هذا من ما اخذ radiology منكم يشوف star shape دكتور يعني بالسبركنوت يعني هو يعني اوكي صح بس شنو اكو شيء في العباره يعني blood وين موجود في منطقه anatomical بس الكسات غير المفروض يصير يعني قريب كله بالسيستم. زين اي بالسيستم بالسيستمز اوكي فتشوفون بليدنج انتو ذا سيستم. اوكي زين ويمشي ويا الشيب مالته. زين فهسه رجعنا للبيشنت سابراكن الهامرج. احنا خلينا نفترض طبعا في عالم مثالي. زين احنا راح نتوجه الى عندنا ثلاث طرق ثلاث طرق. الشغله الاولى او ثلاث خلينا نقول افكار
فكرة الأولى هي أنه أني أروح مباشرة نيورو سيرجري، خابر جماعة النيورو. زين جماعة النيورو لما يدخل البيشنت صالة مع نيورو سيرجري مفروض for باري أنيوريزم، يعني أو خلينا نقول for سبراكين وتهمرج، قلنا mainly it's أنيوريزم. الشيء الحلو كلش أنه إحنا المفروض يكون أكو سيتي أو MRI أنجيوغرافي بالأوبريتنج روم. ليش؟ لأنه أني حتى لو كنت من دل، حتى لو كنت من دل بالسيتي سكان، وين خلينا نقول ممكن أنه أنا أفتح وحط الكليب، زين لازم نسوي سيتي انجيو او ام ار انجيو حتى لو كانت بصالة العمليات، لانه اكو 15% من الناس اللي عندهم رابتشرد باري انيوريزم they will have another one non ruptured، فحتى نعالجه من البداية من هنا. زين كليبينج وخلاص تنتهي الشغلة. الحلو بانه هذا المفروض يكون موجود بكل مكان. زين انه النيورو سيرجيكال مانجمنت، زين قبل كل شيء المفروض النيورو سيرجيكال مانجمنت. زين اوكي هنا الحلو بالموضوع انه ما راح يصير اكو ريبليدنج. زين احنا خلاص بعد سوينا كليبينج انتهت القصة. زين اوكي ما راح يصير عندنا فد ريبليدنج. هاي الحكمة من النيورو سيرجري. زين خلينا نفترض انه احنا ما اتجهنا بهذا الطريق، واللي هو اغلب الظن انه احنا ما راح نتجه بهذا الطريق. فعندنا لازم نقلل البلاد بريشر، نقلل البلاد بريشر but not so much. زين but not so much شنو معنى هذا الشيء؟ انه ننطي medication. شنو هذا المديكيشن؟ is called نيملودبين. زين شو تتوقعون انه هذا النيملودبين is what؟ بالضبط. زين اوكي فنخلي ببالنا احنا عاده شنو الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير. احنا عندنا احنا شنو الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير بالكيسات اللي عندهم سبراكين وتهمرج؟ زين ريبليدنج شنو اللي احنا نخاف منه؟ ريبليدنج هاي رقم واحد، نخاف من الريبليدنج. شو وقت الريبليدنج اكثر ريسك بالنسبه لنا؟ اول يوم first 24 hours. زين فاحنا من سوينا نيورو سيرجري، من سوينا سيرجري خلاص خلصنا من هاي الريسك، انتهت راح ريبليدنج. زين الريسك الثاني شنو؟ فيزوسبازم. الفيزوسبازم مش وقت يعني تكون ماكسيمم ريسك من دي 2 الى دي 28 تريتد باي نيملودبين. زين اوكي تريتد باي نيملودبين. اوكي فاحنا عاده حتى نمنع الفيزوسبازم ننطي هذا الكالسيوم شانل بلوكر. زين ننطي هذا الكالسيوم شانل بلوكر. اوكي نقطة كلش مهمة اريدكم تتذكروها بالسب اراكينويد هامرج. ترى جماعة السب اراكينويد هامرج، زين جماعة السب اراكينويد هامرج راح يكونون معرضين الى ان يصير عندهم سيندروم اوف انابروبريت اي دي اتش سكريشن. زين اللي هو شنو ADH؟ انتي دايريتك هرمون. فراح شي يصير عندهم، صار لهم فشي اسمه سيريبرال سالت ويستينج سيندروم. زين سيندروم اوف انابروبريت انتي دايريتك هرمون يعني ريليس. فالمشكله انه هذا البيشنت راح يصير عنده سالت ماكو. زين ينغسل there is يعني ديليوشنال هايبونتريميا ممكن. فنحتاج انه شنو نسوي عند هذا المريض؟ نحتاج انه نعطيه هايبرتونيك سيلين. زين نحتاج انه نعطيه هايبرتونيك سيلين. تمام اوكي. فاذا لما واحد يفكر بالبيئه المثاليه المفروض سيرجري، المفروض سيرجري. احنا ما عندنا بكل السناتر سيرجري ويعني مشاكل كبيره، فبالتالي اغلب يعني الشغلات اللي احنا نشتغلها هي شنو؟ هي راح تكون
انه نخلي البلد بريشر وي مينتين ذا بلد بريشر وي ديكريز ات بس مو كلش يعني بقي تقريبا شويه فوق ال 140 عادي مو كلش النزله زين اوكي وبنفس الوقت نعطي شنو يعني عن طريق شنو عن طريق النملودبين زين عن طريق النملودبين حتى يقلل لنا الفيزوسبازم زين حتى يقلل لنا الفيزوسبازم اوكي بس طبعا ما زال احنا عندنا ماكو سيرجري يعني ما مسوين سيرجري اذا اكيد اكو ريسك اوف ريبليدنج واللي هو اخطر شيء خلال اول 24 hours زين فاحنا يا اما سيرجري يا اما كالسيوم شان بلوكر السيرجري الحلو بيها انه ات ويل اوميت شنو ات ويل اوميت الريبليدنج تنهينا يا الكالسيوم شان بلوكر ات ويل ديكريز ذا ريسك اوف فيزوسبازم زين اوكي يعني انت تحاولين تبقي بالليفل اوف 140 على 90 زين اوكي انت من انت خلينا نقول مشتغله بعدين تهتمين اوكي تنزلين ضغط شوي قد ما تريدين ماكو اي مشكله زين ما تريدين ضغط عالي عادي تنزلين اذا انت مشتغله اوبريشن لان بعد ما راح يعني حاطه كليب انت وخلصانه بس انت اذا ما حاطه كليب ما مسوي العمليه لا هنا الهايبوتنشن اذا نزل للضغط بشكل كبير جوا ال 140 على 90 راح يزيد لنا ريسك اوف فيزوسبازم تفهميني فلذلك احنا نريد ننزله على قد ما النملودبين ينزله زين بس مو يعني نبقي ان ذا ليفل اوف 140 على 90 زين كيب ذا بلاد بريشر تقريبا بالليفل مال 140 على 90 زين خصوصا لما انت يعني if not operated patient زين فهذا نهين هنا اللاينين واكو لاين طبعا اساسي انه ننتبه ترى خلوها بايكم من هسه patient يجيكم subarachnoid hemorrhage انتبه على الفلويد مانجمنت مالته لان هذا البيشنت راح يصير عنده ممكن احتمال syndrome of inappropriate ADH secretion زين اوكي فبالتالي لازم انطيه salt لان هو دي يصير عنده dilution للسولت فلازم نضي سولت هايبرتونيك سيلين أو أورال سبليمنتس أو سولت أو إلى آخره. أوكي اتفقنا طبعا patient حتشيكم يعني من محاضرات الأبيلبسي السيجر كاب بروفيلاكسس ما إله زين قبل كانوا يعطون بروفيلاكتيك أنتي أبيلبتيك ميديكيشن هسه بعد ماكو زين ماكو فشي اسمه بروفيلاكتيك أنتي أبيلبتيك ميديكيشن seizure نعالجها when it happens زين نعالجها when it happens اوكي احد عنده اي سؤال فهمتوا هسه هذا التوبكس اللي سولفنا عليها تمام دكتور اوكي تمام شلون تقيمون فهمكم الموضوع الستروك